استقبل الفريق الركن معالي الشيخ راشد بن عبد الله الخليفة وزير الداخلية مساء اليوم السيد أرفيند كوبتا نائب مستشار الأمن القومي بجمهورية الهند الصديقة، وذلك بحضور سعادة الفريق عادل بن خليفة الفاضل رئيس جهاز الأمن الوطني، وسعادة اللواء طارق حسن الحسن رئيس الأمن العام، وسعادة اللواء مهندس رياض عيد عبد الله مدير عام الإدارة العامة لديوان وزارة الداخلية. وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وبحث مجالات التعاون والتنسيق الأمني، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.